تابعنا نرمين تقرير عن الوردة الشامية، أول فقراتنا حنضل بنفس الموضوع، ولكن اليوم وقت هي الوردة بنتجاوز شوي ريحتها الحلوة وشكلها الجميل ونروح لعناصرها المميزة والمفيدة، ونروح لتجربة الدكتور إبراهيم تركماني اللي قدر يستخلص هي العناصر من الوردة الشامية وضيفها للمستحضرات الطبية لتزيد قيمتها العلاجية. حنحكي عن هذا الموضوع أكثر مع ضيفنا لليوم الدكتور إبراهيم تركماني، أستاذ في كلية طب الأسنان جامعة البعث. صباح الخير دكتور. صباح الخير. يسعد صباحك. يسعد صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. للوردة الشامية فوائد كتير، واستخلصنا منها منتجات كتير سواء كانت علاجية أو بتفيد يعني بالناحية التجميلية، ولكن اليوم عم نحكي نحن عن منتج أو شيء استخلصناه جديد من الوردة الشامية، وحضرتك كمطلع بهذا الشيء، خلينا نحكي أكثر عنه. أول شيء يعني صباح الورد. صباح الخير لك دكتور. يخليكم يا رب. الموضوع أنا ماني لوحدي، اللي كان هذا العمل هو عمل نتيجة فريق متنوع من الباحثين السوريين من كليات متنوعة، اللي هي كليات طب الأسنان والصيدلي والزراعة وبالتالي والطب البشري، وبالتالي الموضوع صار في عنا فريق يعني متكامل الفكرة قدر يوصل لنتائج مهمة، ونستخلص الشكل الصيدلاني هو معجون الأسنان ومضامد فموي وجل فموي. كنتوا فريق كامل حكيم؟ نحن أساتذة الجامعة وباحثين سوريين متنوعين مثل ما حكيت، لكن الاختصاصات بالكلية الزراعة مثلا مختصين حدا بالنباتات الطبية وحدا بالفستق الحلبي، وبالتالي والصيدلي كان في باحثين مهمين نفس الوضع، وبالتالي قدرنا يعني وخبراء بالوردة الشامية من خلال التعاون العلمي قدرنا نوصل لها النتيجة. تمام دكتور، احنا حنكفي حديثنا وحنحكي شوي عن المستحضرات اليوم اللي اشتغلتوا عليها، ولكن خلينا نروح نحن وانت وكل حدا عم يشوفنا عبر اتصال هاتفي مع الآنسة ريم ابراهيم، وهي مشرفة مشروع الوردة الشامية في الأمانة العامة السورية للتنمية. صباح الخير. صباح النور. الو. صباحكم آنسة ريم، نحن معك. الو. صباح. الو. صباح الخير. صباحك وردة شامية، كنا نقول الياسمين الشامي فاليوم عم نقول الورد الشامي. صباحكم معطر بأطيب الروائح السورية، والوردة الشامية يعني هي من أكثر الرسالات الإنسانية والطبيعية اللي بتراسل كل شعوب العالم من سوريا لكل الناس. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك عن جديد. أنسة ريم، يعني الورده الشاميه كنا عم نحكي عنها صارت مو بس اي نبته عاديه بتنزرع بالشام او بسوريا، صارت سفيره اليوم ورمزه من رموز سوريا. اذا بدنا نقول اليوم عن الرعايه اللي عم تولوها بالامانه السوريه للتنميه لهي الورده، من سنوات بلشتوا بهذا المشروع وبعدكم مكفايين فيه، خلينا نحكي اكثر عن هذا الاهتمام وين صرنا فيه. هلأ بالنسبة للوردة الشامية وكون الأمانة السورية تعتمد على مجموعة من الركائز يلي هي بتقوم على صون الهوية التراثية ودعم المجتمعات وتقويتها، والوردة الشامية بعد ما أخذت هذا النجاح الكبير أو خليني أقول الشهرة الواسعة من بعد ما أدرجت في قائمة اليونسكو للتراث الإنساني بعام 2019، صار في عنا اهتمام أكبر، وذلك بوضع خطة وطنية لحتى نصون هاي الوردة بممارساتها بطقوسها بحرفها التراثية. طبعا بعد الإدراج من بعد 2019 صار في شيء ممنهج أكثر، صار في عنا خطوات ثابتة عم نمشي فيها مع كل الجهات المعنية سواء كانت حكومية أو غير حكومية. صار في عنا طموح أكثر لحتى نتعرف على الخصائص الطبية والتجميليه يلي موجوده بالورده الشاميه، وكيف ممكن نستثمرها اكثر لحتى نرتقي اكثر بالانسانيه، لحتى نقدم شيء مفيد من خلال وردتنا. وطبعا هذا الشيء اللي عم بيصير بالابحاث والتحاليل يلي عم بتقوم مع
الدكاترة ومنهم الدكتور إبراهيم، بدي أقول له صباح الخير دكتور إبراهيم ويعطيكم ألف عافية. لك الله يعافيك. فريق البحث صباح الخير أستاذ ريم. صباح النور. زائد أنه عم بيتم غير الأبحاث، عم بيتم زيادة المساحات المزروعة. فيني أذكر نحن بعد الحرائق يلي صارت بريف اللاذقية بال 2020 للأسف خسرنا كثير من المكونات الطبيعية والموارد يلي موجودة به المناطق الموجودة بريف اللاذقية، قدرنا ندخل زراعة الوردة الشامية كزراعة جديدة، وهذا الشيء لقى استحسان واستقطاب من الناس يلي موجودين بهديك المناطق. وعلى سبيل المثال قرية قلعة المهالبة بمنطقة الفاخورة هلا عم تزرع الوردة الشامية، أهلية كثير مبسوطين، كثير حابين هذا المشروع، كثير متحمسين لحتى يأنتجوا الوردة الشامية ويفوتوا بخضم هاي المنتجات. زائد انه نحن دائما عم بيكون في عنا هذا التوجه من خلال الاستطلاع والاستقصاء المباشر عن حالة الوردة الشامية لكل منطقة بتزرع وردة شامية، شو هي الصعوبات اللي عم تواجهها. عم نحاول بقدر المستطاع انه نكون موجودين لحتى نتبارك مع المزارعين التحديات اللي عم تواجه الوردة، سواء كانت حشرية او قلة امطار وما الى ذلك. تمام. يعني نحن كنا من فتره بقريه المراحل الاخباريه السوريه كانت مواكبتكم بموسم القطاف، وشفنا قديش كان في تفاعل من الاهل بهذا كان المشروع. كان عرس بتحسيني رمين انه مجتمعات اهليه واهل البلد وكل المناطق اللي كانوا موجودين حوالين هاي المنطقه شاركوا بهذا اليوم. تمام. قبل ما نختم معك أنسة ريم، اذا بتحب اليوم هيك توجهي كلمه او تخبرينا اي معلومه اليوم بما مثل ما ذكرنا وين وصلنا بمشروع الوردة الشامية، ودائما انتم كل موسم عن موسم عم يكون في جهود يعني جديده او خطوات جديده بتتبعوها اليوم لحتى نكرس اكثر هي الثقافه زراعه الوردة الشامية والاهتمام فيها. طبعا اكيد نحن الوردة الشامية هي جزء من المكون الثقافي والمكون اللي بينتمي لهوية الإنسان، هي جزء من مجموعة أجزاء. يعني أنا وقت اللي أحكي عن الوردة الشامية رح أحكي عن كثير من العناصر يلي التراثية السورية يلي بتمثلنا، لكن إذا بدي يكون هيك موجودة بالوردة الشامية، نحن هلأ عم نكون مع المجتمعات المحلية مع الجمعيات مع الجهات. أنا دائما بشدد على هذا الموضوع لأنه أي عمل وأي خطة تكون لعنصر من عناصر التراث هي تقوم على ثلاث مرتكزات أساسية: مجتمعات محلية، جهات غير حكومية، وجهات حكومية تتعاون مع بعض لحتى تقدر تعطي هذا الإنتاج الجيد بمعايير جيدة لخطة الصون. نحن هلأ عم نشتغل على الإضاءة على المناطق الأخرى يلي تزرع الوردة الشامية، وبرجع بأكد أن الوردة الشامية هي وردة سوريا، وردة أهل الشام، ليست فقط محصورة بالمراح إنما كانت هي نموذج في عنا كثير من المناطق، بذكر منها حلب، النيرب، وأيضا الإخبارية السورية مشكورة والتلفزيون السوري وكل المحطات كان في إلى دور هاي السنة بالإضاءة على هاي المنطقة يلي عم تزرع الوردة الشامية ويلي متوارثينها جيل بعد جيل. أيضا عم نكون نحن موجودين لحتى ننشر ونرفع الوعي بأهمية الوردة. عم نلاقي إنه في كتير مناطق زرعت الوردة عن جديد، وفي مناطق هلأ بطور الاستعداد لحتى تزرع الوردة. دائما نحن عم نشتغل لحتى نطور من الأبحاث والمنتجات الطبية والتجميلية المتعلقة بالوردة، لأنه عم نطلع من إطار المنتجات التقليدية اللي هي شراب وماء الورد ومربى الورد، وأيضا عم نشتغل مع كل المعنيين لحتى نوصل لمعايير دقيقة باستخلاص زيت الوردة الشامية اللي هو يعتبر الزيت الأنفس والأغلى من الزيوت العطرية بكل أنحاء العالم، وإله فوائد جمة وأيضا بيلعب دور بالاقتصاد الوطني. زائد أنسريم عم نشوف اليوم تجربة الأستاذ الدكتور إبراهيم موجود معنا رح نستعرضها، ومثل ما حكيتي حضرتك اليوم نحن كتير ضروري أنه نحن نعرف شلون نستغل القيمة العلاجية لهي الوردة، ونقدر من خلال العقول النيرة الموجودة عنا أنه نحن نستفيد من وجودها. بدي أتشكر وجودك معنا على هواء الإخبارية، ونتمنى لكم أكيد كل الخير. شكرا كثير لكم، شكرا لمواصلتكم. يسعد صباحك. شكرا لك. شكرا كثير لك الأنسة ريم إبراهيم، مشرفة مشروع الوردة الشامية في الأمانة السورية للتنمية. شكرا. شكرا.
دكتورة خلينا نرجع نكفي حديثنا مع حضرتك أكثر. اسمحوا لي أول شيء أتشكر الأنسي ريم حقيقة متفاعلة بشكل كتير كبير معنا مع فريق البحث من البداية وقدمت لنا كتير تسهيلات كتير مهمة وهي سبب كانت مهم بنجاح بحثنا. طبعا الشكر موصول الكبير للأمانة السورية يلي كان الدعم الكبير من الأمانة السورية. تمام تمام. دكتور حكينا عن التجربة، خلينا هيك نحكي اليوم شو هي الفوائد أو القيمة العلاجية اللي أضافتها اليوم الوردي الشامي للمنتجات، وشايفين اليوم هيك جايب لنا عينتين منهم. هلا نحن الموضوع بالنسبة لنا في شق كتير مهم إنه نحن عم نستخدم مواد طبيعية لمعالجة الأمراض بالفم وبنفس الوقت ليكون وقائي. خليني أقول شو الفرق بين المعجون يلي نحن استخلصناه من الوردة الشامية مع المضامد يلي هي مستخلصة من الوردة الشامية. الموضوع هو أنه في فرق أنه نحن استخدمنا فقط المواد الطبيعية النباتية، أما المضامد الأخرى المعجين الأخرى فتدخل في تركيبة الصيدلاني مواد صنعية كيميائية، وهذا الأمر في اختلاف كتير كبير بيعطي بعد أنه ما في أي أثار جانبية للاستخدام. وهي المواد خاصة المضامد يمكن بلعها من قبل الناس المستخدمين واستخدامها بشكل يومي ولكل الأعمار ولكل الحالات. ماذا أعني لكل الأعمار؟ يعني أنا ممكن الطفل منذ بداية ظهور الأسنان استخدم الجل وبالتالي أعطي راحة للطفل وخلصوا من القلاع اللي بصيب. مستحب يمكن طعمه اليوم حكيم للأطفال. نعرف نحن يعني الوردة الشامية مذاقة جميل ورائحتها جميلة وبالتالي أكيد مرغوبة يعني لأي حدا، ما حدا نافر عنده ريحة الوردة الشامية، بالعكس يعني يتقبلها بشكل كتير كبير. حتى نحن بنستخدمها كغسول الصبايا يعني ماء الورد قديه حلو ومستخدم. طبيعي حتى مستخدم بمجتمعنا وهو تراثي مثل ما تفضلت الأستاذ ريم. الموضوع يلي انه بدي احكيه كل الأعمار ممكن استخدامها سواء حتى يعني أحبابنا يلي عندهم متلازمة داون، ممكن نحن في عنا مشكلة انه نخليهم يستخدموا المضامد ف يمكن يستخدموا المضامد ويبلعوها ما في عندهم أي مشكلة. فإذا الموضوع بالنسبة لنا هذا في له بعد يعني حقيقة إنساني كتير كبير بالتعامل مع شرائح المجتمع المتنوعة بهذا المنتج الآمن، وبالتالي يعني بخليه واسع الانتشار. هلا بدي أقول إنه هالموضوع هذا شو له فائدة تاني يعني غير إيجابيات. هذا الموضوع كل المواضيع بتكون هي عبارة عن موضوع وقائي. الفكرة هنا في فكرة علاجية لأنه هي فيها مواد مضادة للأكسدة عالية المستوى وبالتالي تعمل التئام للجروح بشكل كتير كويس، وهذا أمر مهم جدا بموضوع خصائص الورد الشامي. هلا نحن بدنا نقول انه بالتركيب كان في عنا حقيقه مشاركه مع الورد الشامي، يعني العنصر الاساسي هو ماء الورد وبعض يعني الزيت الطيار من مركب الورد الشامي، وفي معنا منتج ثاني اللي هو فستق الحلبي بقشوره وبالصمغ، وبالتالي في مواد عفصية، وبالتالي عطت المنتج يعني حالة مهمة بالموضوع الشفاء الجروح وقتل الجراثيم. إذا الموضوع في عنا صار للمنتج شيء مهم من الناحية العلاجية والناحية الوقائية بمكوناته الواسعة. دكتور عفوا بس لما نحكي نحن عن معجون الاسنان بيهمنا كمان موضوع التبييض، يعني نحن حكينا عن الامور العلاجيه الرائحه الطيبه، يعني فينا نقول انه مو التبييض الزايد ولكن انه المحافظه على نوع من البياض اللي بتعطيه المعجون الاسنان الثانيه. خليني اقول يوفر هذا الشيء انه الموضوع يحافظ على لون الاسنان وليس هو مبيض. يحافظ على لون الأسنان لأنه نحن بس نزيل طبقة البليك ستظهر
سيظهر لون السن، وبالتالي الموضوع إذا عملية التنظيف كافية لأنه تظهرنا لون السن، أما موضوع أنه أنا أغير باللون فهذا لا غير موجود. الموضوع يعني المهم بالنسبة لنا أنه هو بيحافظ لي على سلامة النسج الفموية كلياتها سواء اللثة أو الأسنان، وهذا شيء مهم. وإذا في عندي آفات وخاصة يعني إحنا بنشوف أنه من الشائع تراجع اللثة أو موضوع القلاعات المنتشرة سواء بأعمار متنوعة، فهو كمان من الأشياء اللي من المواد اللي بتحسن لي فترة المعالجة بشكل كتير كبير. تمام، خلينا دكتور هيك شوي نستعرض اليوم الغسول ومعجون الأسنان. دكتور يعني عن جد أنت بتشوف، أنا بحس أنه ما في هذا المعجون الأسنان الكتير قوي بمفعول التبييض، بحس الموضوع تسويقي أكثر ما أنه عن جد المنتج اليوم فعال بإزالة هاي الطبقة. هلا خلينا نقول نحن على معاجين الأسنان إذا بدنا ندخل، أنا بحابب أدخل على موضوع تاني غير الوردة الشامية، لكن الموضوع معجون الأسنان ليس موضوع تبييض، هو محافظة على دائما رونق السن ولونه، وهذا المطلوب. وهذا مهم للتبييض، عفوا للتبييض في عند طبيب الأسنان يعني مواد يمكن تبييض الأسنان، هذا الشق الثاني. لكن نحن هلأ عم نحكي على مستحضر مهم من الناحية الوقائية من الناحية العلاجية، وهو مادة نباتية 100% موجودة بوطننا الغالي سوريا، وبالتالي ومنتشر بشكل جيد ويعطينا نوعية عالية المستوى. نحن طبعا المشكورين الباحثين الأساتذة الكبار الزراعيين يلي معنا، هني كانوا عم بينقوا وينتقوا الوردات من أماكن متنوعة جغرافية بسوريا ونقوا الأفضل بالخواص لحتى يصير في استخلاص للماء المقطر أو للزيت الطيار، فهذا أخذ جهد يعني منهم وأعطانا نتائج جيدة بالعمل. فإذا الموضوع ليس كل مكان يمكن أن نكون يعني نحصد منه نتائج صيدلانية جيدة، لكن بالعموم هو يعني الوردة مهمة جدا، شيء طبيعي دكتور دائما، وبالتالي يعني الأرض والمناخ مهم جدا في إعطاء، وهون بلادنا الطيبة اللي بتعطينا هالميزة هي والقيمة الاقتصادية الوطنية اللي بنقدر نستثمرها لنعمل منتج مهم جدا ونرفع من مستوى الرصيد الاقتصادي للوردة الشاميني من خلال تصنيع هالمنتجات هي الطبية اللي بتلزم لكل الناس. طبعا أنا بدي أقول إنه هذا المنتج يمنح رائحة فم طيبة، وهذا شيء طبيعي من المنتج الوردي الشامي ذات الأسعار دكتور حلو. هلا شيء طبيعي، نحن يعني الموضوع الاقتصادي هو موضوع أكيد أقل من المعاجين الأخرى لسبب إنه كله بأيدي وطنية ومنتج وطني والنباتات موجودة عنا، وبالتالي الموضوع التصنيع راح يكون في له بيضل أحن جدوى على ابن البلد اقتصادية، هذا اللي احنا اللي عم ننشده لانتشار الفكرة والمنتج بالموضوع. وطبعا يعني بالفريق اللي معنا مشكور في أحد أعضاء الفريق الباحثين هو يعني كمان دكتور صيدلاني ومدير معمل دوائي ميديكو، وبالتالي الموضوع بالنسبة لنا هو اللي عم بصنع لنا العينات وعم بصنع هلأ مجموعة قائمين عليها بشكل كويس. فإذا الموضوع بالنسبة لنا يعني نحن بموضوع التصنيع قائمين، يعني ليست هي فكرة ليست هي فكرة بحثية تدخل الأدراج، لا هي فكرة بحثية لاقت الضوء للانتشار والتصنيع
التسويق بشكل طبعا. جيد. من حديث حضرتك دكتور، يعني الجهد اليوم لو وصلنا لهدول المنتجين اخذ وقت كثير وعنايه كثير وفق معايير طبيه وعلميه. خلينا نحكي عن كواليس اليوم التحضير يلي كانت لهدول المنتجين، الفتره الزمنيه اليوم، واهم يعني النقاط اللي كانت هي هيك بنقول ساطعه بظهور هدول المنتجين بالنهايه. واهم شيء هو التبادل الافكار بين الباحثين، هي نقطه الانطلاقه يلي كانت، وهي ناتجه حقيقه من الامانه السوريه، انه سلطت الضوء على المنتج بشكل كثير كبير، تفاعل الباحثين مع الامانه السوريه، وبالتالي صار في موضوع انه خلينا نشوف شو الدور يلي نحن ممكن نقوم من ايمتى بداتوا دكتور؟ يعني صار لنا سنوات نحن عم نشتغل بهالموضوع هذا، مانو وليد اشهر على الاطلاق، هو مشروع اقتصادي مهم، لو ما نجح يعني اكيد نحن ما بنقدم على موضوع التصنيع. فبعد الافكار كان في مجموعه نحن كان لازم يتقسم العمل، ونحن نؤمن يعني انه البحث هو فريق وليس أكيد فرد. وبالتالي المهندسين او اساتذه كليه الزراعه قدروا ينتقوا الوردات بالشكل المناسب بالتعاون مع زملائنا اساتذه بكليه الصيدله، ويقدروا يعملوا استخلاص مهم بنسب طبعا كلها مدروسه وموجوده عندنا وموثقه، وقدروا يحصلوا على مستحضر، وكان طبعا دائما بالتشاور معي لحتى نقدر نطلع بنتيجه حلوه. اكيد اليوم التشاركيه الصيدلاني والاراء، وقدرنا مع مجموعه من المرضى المتطوعين لانه ندخل على هالموضوع هذا، لانه نحن ما لقينا طبعا بالتراث الشعبي، نحن بنستخدم الورد الشامي بشكل واسع جدا سواء بالمطبخ او للأبراض يلي بنشوفها، هي سواء هضميه او صدريه او جلديه، وهذا الموروث اللي موجود بشجعنا انه نحن نشتغل بكل امان، ما كان عندنا موضوع الريسك او الخطوره. حكيم، هلا الحديث يطول ولكن وقتنا للاسف خلص، ومفروض ننتقل نحن للموجز. نتشكر حضورك، وبدنا نقدم شكر لكل فريق اليوم اللي اشتغل ضمن مشروع الوردة الشامية، واسمح لي اليوم عايدك. كل سنه انت سالم حكيم، وشكرا لكل طلاب كليه البعثة اللي هيك حبوا اليوم يحتفلوا بطبيبهم. شكرا دكتور لوجودك معنا. شكرا 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 دكتور، والعمر كله، واكيد موفقين جميعا بهدول المنتجين المهمين جدا اليوم ضفناهم للصيدليه السورية الطبيعية. شكرا كثير لك. شكرا شكرا مرة ثانية للأمانة السورية والأستاذ ريم.